اليوم ألمانيا الفيدرالية بمقبرة الجنود الألمان بيدال إبراهيم العاصمة يوم الحداد الألماني بحضور السفير الألماني لدى الجزائر وعدد من الوجوه الثورية. نبيل حمداش. في مقبرة الجنود الألمان حكايات كثيرة تعود إلى عهد الحربين العالميتين. هنا دفنت جندية ألمانية، وهناك دفنوا أسرى استقدموا لبناء جسر قسنطينة، وآخرون سقطوا في جبهات القتال. يقول هذا الرجل المكلف بشؤون المقبرة علي الألماني، واحد من الذين انضموا إلى ثورة الفاتح نوفمبر. ce terrain-là, et puis petit à petit, nous avons donc les Volksbundes Kriegsgräbefürsorge a pu récupérer la presque totalité des soldats morts ou par combat ou morts en tant que prisonniers de guerre d'Algérie. De Tamaracet jusqu'à Béjaïa. Allemagne تتذكر اليوم أبناءها، هؤلاء الذين وجدوا أنفسهم مقحمين في حروب دامية، قال السفير الألماني في كلمته، وأنهم مثل الآخرين كانوا ضحايا للنازية آنذاك، وعلى الشعب الألماني أن يتذكرهم، وهذا من واجبه. وهم اليوم يرقدون في أرض كافحت كثيرا من أجل السلام وهي تحتضنهم، يقول علي الألماني. De croissant, c'est l'Algérie, c'est la terre islamique. Et le croix dedans, ça sont des soldats qui sont enterrés ici, enfin leur reste, qui sont enterrés ici, qui sont sous la garde du croissant. Parce que c'est un territoire, enfin une terre algérienne musulmane. Et c'est exceptionnel que le croissant les a accueillis. Voilà. Et ça, nous sommes très, très, très fiers de cela.